اختاروني في مسابقة I am Cologne. من أول 3 وينرز من 570 حد متقدم، معروض هناك في أكبر معرض فرنتشر وانتيرير في ألمانيا. أنا رانيا الكلا، مصممة منتجات وصاحبة شركة شال هوماج. انا كنت مستوحاه من بابايا في موضوع قشر المكسرات، بدات بقشر المكسرات وده كان اولموست 10 سنين. احنا في البيت دايما بنحب نشتري المكسرات بقشرها ونكسرها على طول قبل الاكل، فبتبقى طعمها يعني مور فريش وبتبقى احسن ومحتفظه بالزيوت بتاعتها، فكنت دايما بساعده في كسر يعني المكسرات دي. فكنت بستغرب قد ايه هي قويه وانها بتستهلك يعني او بتحتاج مجهود ان احنا نقدر نكسرها، مش سهله. وغالبا مثلا زي الوالنوت مثلا تبقى معظم القشرة، معظم المكسرات نفسها القشرة، فببقى بحس ان ده ويست ليه مش بنعمل بيه حاجة. وبعد كده جات لي بعديها فكرتها برضو يعني بعديها بكام يوم، اللي هو طب ليه القشر البيض في مرة في الفطار، انه ليه مش بنعمل بيه حاجة، ليه مش بيكمل السايكل بتاعته من بعد ما بنضربه في الطاسة او بنعمل بيه حاجة. فحسيت دي كلها خامات طبيعية، وان الفود اندستري عامة من اكبر الاندستريز في العالم وبيطلع منها مخلفات كتير قوي. فحسيت ان انا عايزة اعيد تدوير ده واستخدمها بطريقة مختلفة تماما، بعيد عن الاوريجن بتاعها، انه ما حد يشوفها ما يعرفش هي دي اصلها جاي ايه. في نفس الوقت شال هوماج از انه شال القشور، وهوماج از معناها زي احترام وانر لرحلة البيضة من اول ما بتفقس لحد ما بتيجي في ايدينا، قد ايه هي قوية واستحملت جيرني طويلة، وقد ايه هي سترونج، وقد ايه ربنا خلق حاجة يعني فيها يعني 95% كالسيوم كاربونيت، الكتكوت هو جوه بيقدر يتنفس واتس ووتر بروف، فيها بنفيتس فظيعة. فحسيت ان انا عايزة اكمل السايكل، وانه ما تنتهيش بس ان احنا نرميها في الزبالة، لا انها ممكن تطلع في حاجات مختلفة، عدد يعني اندستريز، وانها في نفس الوقت ترجع تاني للبيئة، لما ترجع تاني للتربة انها ممكن تتحلل وما تأذيش البيئة. بعد ما استوحيت يعني من في البيت ان احنا بستخدم الحاجات الويست اللي بنستخدمه من الفطار او من اكلنا زي قشر البيض وقشر المكسرات، فقررت ان انا اخد قشور المكسرات دي والبيض واقدر ان انا اذاكرها ساينتفكلي، افهم الخصائص بتاعتها ايه، متكونه من ايه. طبعا كان عندي فضول ان انا يعني اخد فكرتي دي للمعمل بتاع ماتيريال انجينيرنج، وان انا اكولابوريت مع مهندسين مواد، وان انا بقى ابتدي احلل الخامات دي واشوفها تحت الميكروسكوب متكونه من ايه، الخصائص عامله ازاي، لما اطحنها بمثلا بارتكل سايز مختلفه وميكست واشوف مثلا تديني نتائج ايه. فقعدت اعمل برضو ميكانيكال تيست عليها، اشوف تكسر كم بعد قد ايه، تستحمل مثلا يعني ضغط عليها ازاي، بتتفاعل ازاي مع الميه، بتتفاعل ازاي مع حاجات مختلفه، بتتحلل بعد ايه. فقعدت بقى ابتدي اتست الحاجات دي. فطبعا دي كانت جيرني صعبه وطويله، علشان انا الباك جراوند بتاعتي برودكت ديزاين، فكان جزء من الماجستير بتاعي ان انا كنت عايزه اركز على فكره بريدجينج ذا جاب ما بين الديزاين اندستري وما بين هندسة المواد. كديزاينر ممكن أطلع بمادة جديدة وفي نفس الوقت بقى عندي تخيل ليها أنا أقدر أستخدمها في استخدامات زي إيه. فالخامة اللي أنا نتيجة عني من شال هوماج إن أنا وصلت إن أنا ممكن أطلعها أعمل بيها 3D filament لطباعة ثلاثية الأبعاد، تنفع تكون أعمل منها شيتس تبقى مكبوسة، ممكن تنفع في لو حاجة ماس برودكشن في مكنة الحقن ان انا اعمل بيها مثلا كونسيومبل جودز، تنفع في تصميم حلي انها خفيفة جدا وممكن تستبدل الاحجار التقيلة وكده، مش محتاجين نفضل نماين ستونز، وتنفع مع الاضاءة.
في الأول كان مشروع بدأته في الجامعة، وبعد كده بعد ما عملت الماجستير بتاعتي في جامعة التقنية في برلين، كنت فضلت يعني ان انا خلاص خلصت الماجستير، وكنت بدأت ان انا اقدم في معارض في اوروبا واخش في مسابقات، فلقيت في قبول كتير قوي من الناس انهم عايزين يشتروا الخامات دي. فجات لي من هنا الفكرة ان انا عايزة ابتدي ده كمشروع، يبقى حاجة موجودة في الماركت، وانها تبقى حاجة مستخدمة يعني لجميع الناس، وممكن اقدر منها اكولابريت حتى مع اذر ديزاينرز، او لو حد مثلا جاي لي عايز ان انا اوصف له الخامه باشكال معينه بالوان معينه اقدر اوصفها له يستخدموها. فبدات انها تبقى موجوده في الماركت من حوالي 2017 في المانيا، وشاركت في معارض كتير في فرنسا وفي السويد وفي كذا حتة في ألمانيا. وبعد كده بعديها بكام سنة حسيت ان انا لا عايزة انشر ده في بلدي، وان انا اوفر منتجات صديقة للبيئة في مصر وازود الوعي عن الاستدامة. فحسيت ان ده انسب وقت ان انا انشر ده في مصر، وان ازود الوعي مع الناس واعمل حاجات يعني باشكال مختلفة وهاي اند برودكتس ان تبقى متوفرة يعني في الماركت. عملت طبعا معي اون لاين، ويعني عملت مثلا منتجات حاجات هوم فرنتشر وهوم اكسسوارز، واشتركت طبعا مع اذر ديزاينرز زي مثلا في الحوليه عملت مع افور فرح عبد الحميد، عملت معاه جوليري كولكشن بالخامات بتاعتي، عملت مع ديزاين افينيو كان برضو تصميم كلادنج كان مطعم ومحل قهوة، عملنا كلادنج للبار بالخامات بتاعتي. بحلم بمشروعي انه طبعا يكبر ويبقى اكسسبل اكتر للناس، وبحلم ان انا اعمل مثلا حتى قدام بيك اب بوينتس ان ممكن الناس تجيب لي اكتر المخلفات بتاعتهم بتاعت الاكل زي قشر البيض وقشر المكسرات، واعمل بيها حاجات، واشجع الناس ان حتى يبتدوا يفصلوا حتى الزباله من في البيت، انها ممكن تبتدي من في بيوتنا كلنا، ونفهم قد ايه انه اي حاجه ربنا خلقها ليها قد ايه قيمه كبيره قوي، انها ممكن ترجع لنا بشكل كومبليتلي نيو، ونقدر التراش او المخلفات اللي احنا الحاجات اللي مش بنبقى شايفين ليها فاليو، ان كل حاجه ليها فاليو، وان احنا نبطل نستخدم بلاستيك عماله على بطال، ونفكر في التربه بتاعتنا والارض ان احنا ازاي نحافظ عليها، وانه نعمل حاجه ما تضرش الناس. طبعا كنت مبسوطه جدا بان انا شاركت في منتدى شباب العالم، كان جالي مكالمه ان هم بيدوروا على افكار الناس في البيزنس عاملين حاجات ليها علاقه بالبيئه وبالاستدامه، فكانوا very interested في فكره البيزنس بتاعتي. اشتركت في جوائز كتير قوي عالميه زي الاي ديزاين اوورد في ايطالي، واشتركت في الفرنش بيانالي، واشتركت في ميلان ديزاين ويك، وكان السنة اللي فاتت كنت في مهرجان لندن للتصميم، كان شغلي في معروض في الشوارع بتاعت لندن، فدي كانت حاجة طبعا عظيمة. شاركت في معارض في السويد وفي ألمانيا في كذا مجال، وكانت برضو المسابقات اللي أنا كنت مبسوطة فيها جدا، كانت واحدة اسمها Women in Africa، كانت مسابقة الفاوندر بتاعتها من أصول أفريقية بس عايشة في فرنسا، وكانت تختار فاوندر فيميل من كل African country، فأنا كنت الوحيدة اللي مختارينها من مصر، وكنت بطلع برضو as representative يعني لNorth Africa region، فده طبعا كان pleasure كبير إن أنا أشوف برضو في أفريكا بيحصل إيه، وأشوف نماذج يعني من الستات في أفريقيا عندهم بيزنسز ناجحة وكده.
وبرضو من الحاجات اللي اشتركت فيها كان برضو مسابقة تانية اسمها Beyond Plastics في ألمانيا، وكانوا نشروا كتاب عن الموضوع، كانوا عاملين برضو documentary series عن الموضوع، فكانت برضو حاجة مهمة قوي. اختياري لشال هوماج ان انا كنت عايزه اعمل حاجه صديقه للبيئه، وانها تكون بتتحلل، في ان انا لو مش عايزاها خلاص اقدر ارجعها تاني للتربه، فهي هترجع تفيد البيئه ومش هتكون فيها اي خامات ضاره او سامه، وفي نفس الوقت ان انا حاجه ترجع لاصلها، ان زي البني ادمين ما ليهم عمر كمان يبقى المنتجات والخامات المستخدمه تكون ليها عمر وترجع تاني لاصلها لو انا مش عايزاها تاني. فلازم نرجع واحنا بنعمل اي حاجه جديده نفكر دي هتاثر ايه على البيئه.